على النقطة توسيع المستوى تاع الطفل تاعك والمستوى يتخدم في المرحلة الابتدائية. إذا كان الطفل تاعي ماشي متمكن من اللغة العربية في المرحلة الابتدائية وما يعرفش يدير لي وضعية إدماجية، كيفاش يطلع لي صيام ويدير لي وضعية إدماجية عليها 80 نقاط؟ إذا كان في المرحلة الابتدائية يجيب لي واحد، مستحيل. هذوما تلاميذ تاع صعوبات التعلم اللي منتشرة عندهم، يعني جميع تلاميذ، أغلبية التلاميذ بنسبة 70% 65% يقول لك الأمهات أنا وليدي ناقص في التعبير. وكاينه حاجه خلف جي روماركي، يعني بحكم انه ولدي في لاكريش، الدراري لا نوفل جينيراسيون ضعاف في العربيه وقويين في اللغه الاجنبيه للاسف. على حسب، على حسب لاكريش بلا فيديو، حسب لاكريش ولا حسب المنزل كيفاش الطفل. الى هذوك لي فيديو اللي في اليوتيوب وكذا كامل يتبعوهم يكتسبوا لغه اجنبيه، فوالا يكتسبوا لغه. كما هضرنا من قبل على التطبيقات اللي يتعلموا اللغه الاجنبيه عن طريق التطبيقات وما كانش مراقبه. لكن اسمح لي استاذه، يعني في الطفل في لاكريش في التحضيري يقرا تكنولوجيا، يقرا هندسه المحيط، يقرا يعني حوايج نشوفهم انا. الله يلعلي العالمين. طيب بالك احنا وصلنا الرابعه، على بالك تشوف لي إيه كاين امورات يعني يفوق القدرات، قدرات تاع الطفل. ولكن بصح كي يشوف انا الطفل الجزائري يشد لي التليفون ويعرف ابليكيشن خير مني انايا، نتاكد لك الواحد الامور، نتاكد بان الطفل الجزائري ذكي. ذكي يعني. صحيح. ذكي. كيفاش يدخل لي الابليكيشن انا ما نعرفش نخدمها وهو يعرف يخدمها ويوري لك، يوري لك واش معناتها. هنا يا الامور يختلف من طفل الى اخر، لكن هناك عده اسباب تكون يعني تكون هي سبب في ضعف التركيز عند الاطفال. نعم. عندي سؤال اخر. نعم. اذا كيفاش نفرقوا بين اليوم نهار الاسئله؟ راهي شوفي عادي ما جيتيش، عادي مازال ما جيتيش، واش حبيتي؟ نديتيهم على روحي. قاعدين ساكتين ولا؟ نعم. فطفل هي عادتنا يعني في التربيه وكلش تقول لك طفل كيكون كيوريو يحوس يفهم بزاف يحب يكتشف ايتو، يقعد غير يسقسي، هو رمز للذكاء. ايه. وكي نشوف ان مثلا الاعراض تاع نقص التركيز نلقاه نفس تقريبا. هل ممكن انه الطفل يكون ذكي برا حياته وبصح في التعلم يكون ما يابسوربيش مليح، يعني ما يتقبلش، ما يكون ذكي ما يابسوربيش كما قلت انت، يا الا كان مقترن بفرط الحركه. اوكي. خفيف هو ذكي بصح خفيف، ماشي تش بلاصتو ويتدي بوجي بزاف، وكما قلنا عنده الملل. دوكا في مراحل مبكره في مراحل التطور تاعو راح ما يبانش عليه بزاف. أوكي. لكن قد ما يكبر قد ما الحركه تاعو تزيد، يستحسن في هذه المرحله انه الطفل دائما نوجهوه للرياضه. يمارس الرياضه. خاصه الرياضه القتاليه. ممارسه الرياضه عندها فوائد نفسيه عقليه بدنيه لا تعد ولا تحصى، لانها تمتص كل الطاقه السلبيه والشحونات السلبيه وتعوضها اكيد بالطاقات الايجابيه اللي تزيد من قدره الاستيعاب عند الاطفال، لاننا نلاحظوا في الاونه الاخيره الاطفال ما همش يلعبوا بزاف برا. اكيد. والطاقه الايجابيه كذلك يستمدوها من المكالمات والتفاعل تاع الجمهور ديالنا من خلال الاتصالات ديالهم. نقول لهم صباح الخير، مرحبا. الو، السلام عليكم. وعليك السلام، اهلا سيدتي، مرحبا بك. صباح الخير. صباح الانوار، مرحبا. كيف حالكم؟ لاباس؟ راكم منورينا في الشاشه ما شاء الله عليكم. بنوركم. شكرا. الله يجزيك الصحه على كامل الشيء اللي راكم تقدموه. شكرا. العفو العفو، هذا واجبنا. يهمك الامر، يهمك الموضوع اللي انا نتكلم فيه اليوم. والله راني فرحانه كي اتصلت بكم وحكمتكم وشفتوا مع الاستاذه، ماذا بيا نسقسيها. راهي معك، تفضلي مباشره. مرحبا بك استاذه. الله يسلمك، تعيشي صباح النور صباح الورد. شوفي انا عندي بنتي وحده، طفله عندي طفله وحده دوك عندها سن سنين تقرا سنه ثالثه. نعم. مش بحالها شوف ربي ما تجيب امتياز ما شاء الله عليها في القرايه وكامل، مي كامل الاساتذه تاعها يشوفوا انها ما تتبعش معاهم. من الناس تاعها ما شاء الله، يعني ما يعني حتى هما خطرات الدفاع يشيروا كيفاش حتى تقدر تحل، كيفاش تقدر تكون معاهم هكا وكامل. هي بغيتو يقولوا لي دائما شغل تشوف البعيد راهي تخمم. يعني هي ما تركزش معاهم، تلقاي بالها ربما ماشي في القسم ولكن نتائجها ملاح. فوالا نتائجها ملاح. واش خلقك؟ واش خلقك في الامر؟ سواء رياضيات سواء عربيه، من التعبير التعبير يقول عندها رصيد ما شاء الله عليها في التعبير في كل شيء، مي ما في الدار كي تقول لها حلي في مريناتك تقعد تشوف فيك مليح تروح تولي تقعد تلعب.
باليش عندها واحد كما كتقول عدم التركيز في الحاجه، وكما قالت الاستاذ شغل كتقول لها روحي ديري ديك الحاجه تروح وتولي ليك دو فوا باش تروح دي فوا قدامها نقول لك تجي في ديك العبسه تقعد تشوف فيك ما على بالهاش واش كيحب تقولي لها. بصح هذا الشيء ما اثرش على دراستها ياك؟ هذه هي الحاجه اللي امتياز قالت لك. شحال المعدل ديالها من العاده شحال تجيب؟ 50. قلت لك دائما امتياز ما شاء الله من الاوائل تاع واضح واضح استاذه واضح واضح التدخل ديالك. حتحاول استاذه سعيده تجاوب عليك. اذا عندها كاش سؤال تسال ولا عندك سؤال؟ لا الاساتذه يقولوا لي بلي دائما كي تجي تقعد تخمم فيك. تقعد تخمم تقول لهم ماما مريضه زارت بالحال. لا بصح تخافي هي على بالك تخوف تاعك خفتي هذا الشيء يروح معاها لما يتقدم المستوى تاع الدراسه. لكن هي ممتازه البنت نو هي ممتازه جدا. حسنا شوفي راهي راح تلخص لنا الوضع على بالي. اسئله شويه تفضلي. هاي راهي معك. صباح الخير سيداتي. شوفي صباح النور استاذه. سيدتي من فضلك خبريني على ابنه تاعك كيفاش مسؤوله في المنزل ماشي مسؤوله؟ اسكو تعاونك في الدار ما تعاونكش؟ منظمه مرتبه؟ شوف غير مرتبه نهائيا. السبب غير مرتبه نهائيا. وانا قلت لها سي برك حوايجك روحي وارواحي تروحي روحي وارواحي يا ربي ندوز منها تاليكول انا اللي نخمم لهم لا خاطر شنو كان نخليها فريمون ما وكيما قلت يعني كريوني ستيلوني ني محات مسقمه كل يوم نشري لها في الادوات. ما الدراسه تاعها ما شاء الله انا هذه دي فوا البروف تاع الرياضيات يقول لي هي تحل المشكل قبل ما انا نقول لهم الحل. سيدتي من فضلك خبريني على الطفله تاعك اسكو انت تخليها تعاونك في المنزل ولا انت اللي تخدمي كلش؟ لا تقريبا ندير كل شيء. اسمها هي دارت حاجه قليله يعني مازال صغيره. علاه مازال صغيره؟ فقط هذا المسؤوليه تسمى الطفل من سن 3 سنوات 4 ونعطي له شغل تاع الدار ولا لا بحاجه صغيره حسب اللاش تاعو. 3 سنين نقول له روح دير كاسك حطه فوق الطابله. هذه باينه هذه باينه. نبدل له نقول له سقم فراشك. سقم في 3 سنين ما نقولش سقم فراشك. ما نقول له ارفد حوايجك حطهم في البانيي. هذه ديرهم. لا هادو امور بسيطه ديرهم مثلا ما تكونش حاجه كبيره. ما تكونش حاجه تقشر بطاطا لا حاجه تخفيف. صح المسؤوليات جد مهمه. لا تركز. كبير ما دير هكذا توجد لي لا طابل ولا تعرف تطوي حوايجها تعرف هادو ما حفايزها. تقدر تعلمت من لا مبالاه من قله المسؤوليه في المنزل. وثاني حسيت بالك انا تنمو لي اطاشي بزاف ليا ولما تفهمتش مع البالي عندها حسين. غرفه وحده ولا تبات معك؟ لا على بالك ترقد وشاده يدي غرفتها وحده بصح لازم نقعد معها حتى ترقد باش نروح. قولي ما يجينيش النوم لو كان ما نحكمش في يدك ونرقد. بزاف اطاشي ليا ويقولوا لي لي بروف تاعها يقولوا لي بلي توجور كي نقولوا لها عليها فاش كي تخمي تقول لهم في ماما. فهمت عليها؟ أخصائية. فهمت عليها؟ ممتاز. شكرا لك شكرا على الاتصال ديالك راح تحاول تساعدك. شكرا يعطيكم الصحة وشكرا للأستاذة يعطيها الصحة. شكرا لك يعطيك الصحة. نهاركم مبروك. سلام. ابقي في الاستماع ربما أعطيك بعض النصائح اللي تساعدك تفضلي. صالح هذه الطفلة راهي تخزن معلومة علمية داخل المدرسة واش يمسد لها الأستاذ هذيك هي تفهم وتركز وتخزن مالغري راهي تغيز لأنها عندها ذاكرة سمعية قوية. صافي تقرا غير في المدرسه زياده في الدار ولا دروس الدار ما تحتاجش. اوكي تجي تفهمها ولا تشرح لها طيب الطفله فاهمه. صح المشكل تاع لا مبالاه وعدم المسؤوليه هذه ثاني خلي طفلي يغيس. هي قالت لك نقول لها حاجه روحي جيبيها تعاود لي تقول لك واش قلتي لي. طيب هذه ديجا لازم تبدلها مسؤوليه في الدار. أوكي. لازم توقف عليها تنظم فراشها حوايجها هي اللي تطويهم لا شومبغ تاعها في الويكاند هي اللي تنقيها سي امبورطون. باينه باللي الام تقدر تكون الام ديالها هي اللي ترتب لها ادواتها باسكو عندها طفله وحده. ميم عامل الفشوش والدلال هذاك المفرط يخلي صفه الاتكاليه عند لونفون. هذه كي تغيس في تغيس في في, في, في اثناء الحصص المدرسيه نسالوا على مكان الجلوس تاعها بالك كي شاطره باسكو الشاطرين بزاف يحطوهم في الخلف. بالك راهي في الخلف تغيس شويه بصح عندها ذاكره سمعيه المحتوى التعليمي يدخل ديريكتومون ما يستناش انه لازم له عمليه التكرار والتدريب باش تتعلم.
هنايا بالنسبه للاتاشي هذيك بزاف مع لا مامو، يستحسن تشوف اخصائيه نفسيه اللي راح اكيد تعطيها نصائح وتوجهها، باسكو ماشي مليح لونفو يكون بزاف اتاشي للام تاعو، لانه الاتكاليه هذيك اتكاليه ميم اون بعد ما تكونش عنده الاستقلاليه وشخصيته تكون ضعيفه، ما يعرفش يديفوندي على روحه. طيب الان نعاودوا نرجعوا لفقدان التركيز ولا الاطفال اللي ما عندهمش القدره على التركيز، كيفاش نعالجوهم؟ كيفاش نساعدوهم حنا كاولياء؟ هنايا راح ندخل شويه من الاسباب ونهضروا على العلاج. مثلا الطفل اللي عنده ضعف التركيز ولا قله التركيز، عندهم ما نقدروش نعطوا لهم مهام صعبه ولا كبيره، لازم الام تقسم المهام تاع الطفل من المهام الكبيره الى مهام اصغر خلال الاسبوع. مثلا حنا نقولوا في الاسبوع الطفل تاعي يقرا من الحد للخميس، نقولوا الحد اثنين يخرج لي على الخمسه، هكذا اثنين من الحد الاثنين يخرج على الخمسه، ثلاثه لاربعه والخميس يخرج على ثلاثه. انا وليدي كي يخرج على الخمسه اكيد راح يجي عيان، راح يجي فشلان، ما راحش يقدر يراجع دروسه وما راحش يقدر يحفظ. انا في هذوك اليومين نقسم المهام تاع الابن تاعي، مثلا نعطي له دور يحل فقط اذا عطت له المعلمه الواجبات، مثلا نقولوا اذا كان في سنه ثالثه يحفظ جدول الضرب اثنان ولا ثلاثه، مهام بسيطه. بصح الطفل تاعي اذا كان يخرج لي على ثلاثه، ما نخليش انا هذاك الوقت كامل يروح يجي للدار يديبريي يريح يستعفى، يصلي سي امبورطون، يصلي اون بعد او يريح، نتناقشوا انا نناقشوا الابن تاعي الحوار واش درت في لا جورني تاعي، ونقول له واش راك حاب دير اليوم، نسالو ماشي رفد رطابك وروح تحفظ، راك حاب دير اليوم؟ نعطي له نفسح له مجال انه يعبر على نفسه واش راهو حاب يدير العشيه هذه. يقول لك ماما عندي اليوم قريت درس في الاسلاميه راني حاب نحفظه، ماما عندي واجب في الرياضيات، نقدر هذيك الفتره اليوم نعطي له اسلاميه ويدير غير الواجب تاع الرياضيات، ما نخليش الدروس تتراكم على الابن تاعي ونخلي وقت ضيق ونقول بلي ابني عنده مشكل التركيز. هذا خطا بزاف، الاولياء يتهاونوا في هذه النقطه في تراكم الدروس، وما بعدوش يحفظ تاريخ جغرافيا. نفرضوا مثلا عندنا في كل مادة 6 دروس، في 5 مواد شحال عنده 30 درس، وقتاش يقدر يحفظهم؟ وقتاش؟ انا قلنا بلي الطفل كي يحفظ ماشي معناتها كي يحفظ الصح، وشنو كيفاش يطبق المعلومه على ورقه الامتحان. نعم هذيك صحه. انا حبيت نشوف ربما اذا كان فيه، ما عرفتش نقدروا نكملوا الموضوع تاعنا اليوم باسكو، ولكن ربما جيتي معاك نتائج على الناس نجح فيهم الامر ولا لا؟ ما نجحش. انا حنعطوا اكزامبل برك على الاطفال تاع باسكو، لان الاسباب والحلول ولا بزاف كاين تفاصيل جو بونس با راح نقدروا نهضروا عليهم في حصه يوم اخر، نديروا لها امباكتي واحده اخرى. نهضوا من بين الاسباب اللي تؤدي، ماشي تؤدي الاطفال صعوبات التعلم، عندهم انعدام التركيز ماشي ضعف، شي قله، عندهم انعدام التركيز. هنايا لازم الاخصائي يتدخل، لانه لازم يحدد الاضطراب اللي يعاني منه الطفل. يقدر يكون الاضطراب عنده مشكله يقرا عادي، ولكن عنده مشكله في الفهم القرائي، ما يفهمش واش راهو يقرا. مثلا عنده مشكله في الاملاء، ما يعرفش يوظف المعلومه ديالو. مثلا عندنا بالنسبه لهذا التلميذ، هذا التلميذ يقرا سنه ثالثه ابتدائي، الموضوع في سنه بالنسبه للغه العربيه، اللغه العربيه كما رانا نلاحظوا لهنايا نص سند عادي، عندنا السؤال، ضع عنوان للنص جاوب جاوب على السؤال ديالو بطريقه عاديه، الموضوع السند يتكلم على العيد، جاوب على سؤال تاع فهم المنطق. لكن هنايا في استخراج من النص الكلمات المرادفه او الضد، هنايا ما تمكنش منهم. مثلا هنا في التباعد قال لك هو شوال، هنا واش نفهم؟ انا نحب بزاف تلاميذ تاع صعوبات التعلم يجيبوا لي اختبارات ويجيبوا لي بيلتا باسكو نفهم بزاف تفاصيل. مثلا هنايا كاين واش نفهم من هنا؟ نفهم بلي الطفل ما عندوش رصيد لغوي، ما عندوش مفردات، بمعنى ماهوش يطالع في الدار، يقرا غير واش كاين في المنهاج الدراسي. مثلا هنايا في البناء اللغوي، هنا في الفعل قال لك صوت، هنا واش معناتها؟ القواعد تاع اللغه ماشي متمكن منها، وكذلك الصيغه الصرفيه ما عندوش، هنايا اسم فاعل جاب حاجه وحده اخرى ما عندهاش حتى علاقه. مثلا هنايا في الوضعيه الادماجيه، هنايا عطاو له اسئله داكا، مثلا متى يحل علينا عيد الاضحى، هل اشترى، قال لك هل اشترى الاب الكبش، اجب عن الاسئله ودير وضعيه ديالك، هو عاود كامل الاسئله. هنا واش نفهموا؟ باللي ماهوش فاهم كامل الوضعيه كيفاش راح تبنى، ما عندوش فكره. نقدروا من الإجابة عن الأسئلة ندير الوضعية ديالي أنا مثلا. وي
موضوع هذا اختبار. اختبار نشوفوا نتيجه. اختبار اللي عندهم صعوبه التعلم، علاش نهضروا على الاطفال عادي؟ اوكي، يعني اختبار نشوفوا نتيجه كما هذه قبل ما نلحقوا المختص وقبل ما نلحقوا الاولياء. ما وصل الطفل هذا الاختبار ودار فرضينا. يعني المعلمه ما كاش ايك وانها تقول انه هذا الي اوت. يعني لي ديفيكولتي دابرونتيساج كما راكي قلتي اوت. صعوبات التعلم تكون في مراحل مبكره وفي التحضيري، لكن للاسف الاولياء ما ينتبهوش ليها. قبل الاولياء، قبل الاولياء الاستاذ يعني فرض الاول، الفرض الثاني وباش لحقنا الاختبار. صح زهره راني معاك، بصح كاين معلمات يقولوا بصح الاولياء ما يعطوش اهميه. نعم. ولا الا عطوا اهميه وين يروحوا؟ يروحوا لدروس الدعم. هذه هي الاستاذ اللي يعطي دروس الدعم وشنو هو؟ هو استاذ راح يلقن الماده التعليميه من المنهاج الدراسي، عكس الاخصائيه الاورطوفونيه ولا النفسيه، خاصة الاورطوفونيين لي ديفيكولتي دابرونتيساج يكون موجها بزاف عند لي زورطوفونيست. الاورطوفونيست راح تفهم، راح نفهم علاش التلميذ هذا كيفاش لحق 8 سنين مازالو يجيب لي 4 في اللغة. هنا واش معناتها؟ المستوى ديالو ضعيف، ما عندوش لاباس في اللغة، ما يقدرش يمد. بالنسبة لهنايا التاريخ والجغرافيا، التاريخ والجغرافيا هنايا كيشوفوا لي ريبونس تاع الطفل هذايا ما راهوش حافظ. أنا كيشوف أنا العلامات ديالو 3.5 لهنايا، هنايا ماهوش فاهم مي با صنف الأحداث الآتية حسب الجدول، عيد الأضحى، حصولي على جائزة، مش فاهم شنو هو حدث شخصي وشنو هو حدث ديني، حدث ديني يوم الاستقلال. هنا ماهوش فاهم أصلا الدرس. أستاذة الموضوع هذا رائع جدا، هل ممكن نخلصوا نبرمجوا له تجي الكلمة، برمجوا له يوم آخر ونخصوا له يوم آخر يوم الأربعاء المقبل، ديروا له جزء ثاني سيزون 2. اللي نقدروا نمدوا في حلول يمكن اكثر لانه ما تكلمناش بزاف على تفاصيل في هذا الموضوع، لانه يعني طرحنا لو ماكس دو كيسيون، لكن الموضوع نظن هو مازال امتحانات مازال الفتره تاعهم. هذا الاول، هذا الفرض الاول، راهم في الفروض الاولى. ايه راهم في الفروض، في التقويمات الاولى. نلحقوا الامتحان ان شاء الله في الموعد المقبل. شكرا لك، يعطيك الصحه ومرحبا بك من جديد. الله يسلمك، عوده ميمونه ان شاء الله يا رب. في الزمن الجميل لما كنا احنا صغار كان التركيز، كنا نلعبوا حاجات في الدار تاعنا بالبوايط وحاجات صغار يخلونا نركزوا، ولما نخرجوا للشارع نقصروا مع الناس اللي منتجنا خلينا نركزوا هذا الشيء. هذوك العاب صح تحفز الدماغ، دوكا يا مام اللعب تاع بالزمان تاع الجماعي. ايه وفي النص في الزمن الجميل كانت نوع من السينما اللي اليوم حنروحوا فيها في نوستالجيا مع تقرير رائع تاع زميلتنا اكرام مقراني، نوستالجيا الزمن الجميل والسينما اللي كانت فيها، تابعوا معنا. صباحكم بربحكم متابعينا الكرام، شكون فينا ما شافش فيلم سينمائي؟ شكون فينا ما راحش لقاعه سينما ايام الزمن الجميل؟ في فقرة زمن وحكاية حبينا نتكلموا أين يعرض الفيلم السينمائي لأول مرة قبل ما يعرضوه يعني في قاعات السينما. حبيتوا تشوفوا المكان؟ يلا بقوا معنا وتابعونا. سينما، وهاد القاعة تاع السينما راهي في واحد 70 حتى 75 سنة، وهاد القاعة عندها دي سوفوني شابين. هادي زمان بور لاسونسور تاع لي فيلم، كي نجيبوا أفلام أمريكية وكذا، زمان الوزارة تاعنا في وقت بومدين ربي يرحمه ورحمة الله، كانوا في وقت بومدين، كانوا الوزارة تاع بومدين هذوك الجماعة كانوا يحبوا السينما، كانت السبت والحد، في السبت والحد يجوا لهنايا لهذ القاعة هادية، كل واحد عنده بلاصته هنا، طالب إبراهيمي فلان 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 فلان، كاع لي ميس كانوا يجوا هنايا يشوفوا الفيلم قبل ما يروحوا لاسونسور الفيلم، يشوفوا هما بريمير ليز، ومن بعد هكاك عندهم دخلة منا وخرجة منا ويروحوا. هاد القاعة هادي كانا لي كرون كوميديان الجيريان ولي كرون فيلم الجيريان كاع جازو لهنايا، جازو هنا من كرونيك وكذا منا قبل ما يجيو حتى يعرضوا صحابهم لي كوميديان، يديروا هنا دي بتيت ريسيبسيون، يديروا هنا كذا، كي كان الخضر حمينة وكان راشدي، وهنا يجيبوا الأفلام تاعهم لي بريمير فيزيون، وزمان كانوا لي أفلام شابين كانا، نجيبوا الأفلام الأمريكية، الأفلام تاع الهندية، الأفلام أوي بعد الأفلام تاع الهندية تاع سي دي فيلم أمريكان، سي دي فيلم فرونسي، دي فيلم أونجلي، إتشكوك وكذا من هذيك، والفيلم الجزائرية، كيما دوكا نقول لك أنا الإنسبكتور طاهر، الإنسبكتور طاهر دار قصة كبيرة. رحت لابيليكول
لا بيليكول فيها، خاطرش مازال عندنا لي كونسيومون تاع لا بيليكول، مازال عندنا لي شويه الارشيف تاع لا بيليكول قدم لي روش وكذا من هذه كامل داخل كامل، مازال عندنا اون بارتي وكذا من هذيك، سي بور سا يدخل لي جيش مليح حتى السينما. هادو سي دي زاباري بروجيكسيون، سي اون سال دو بروجيكسيون، هاد لي كرون زاباري هادو تشوف فيهم عندهم قريب 50 60 سنه. اللي يديروا البت الفيلم الجزائري 35 ملم 35 ملم بوبين، هادو اللي يخدموا بزاف افلام جزائريه، هاد الافلام اللي شفتوهم كاع هذيك كاع جازوا في هاد في هاد لي زاباري بروجيكسيون. فوالا راك تشوف الله يبارك، مازالنا نديروا فيهم شو لونتريتيان، يقعدوا كوم ارشيف السينما الجزائريه، نجوزوا فيهم طوزون طون نديروا لي بوبين، نديروا خدمنا هذيك باش نفكروا شويه الفيلم. المكان الذي تفوح رائحته بالذكريات الجميلة، ومن خلاله فتحنا لكم أرشيف نوستالجيا السينما القديمة. نضرب لكم موعد آخر في موضوع إن شاء الله آخر. عودة لكم مشاهدينا الكرام، وتحية لكل عشاق الفن السابع، السينما من الفنون الراقية جدا اللي عندها مكانة في مختلف انحاء العالم. صلاح بالك وين نروحوا نلقاو سينما خاصه بهذاك البلد. فمشاهدي الكرام كنت احنا نهضر على السينما بصح ما عليش راهي والله ما تخليها في قلبك. هم معنا معنا محمد ناس السينما وناس الثقافه زوم اخت يا جماعه. اهلا محمد. مرحبا. صباح الخير زهراء، واش راكم لاباس؟ الحمد لله. صباح. والله غير تقول واش كنت حاب تقول. خلاص باش نديروا ان اونشينمون. انا تقول لك تهضر السينما برك. قلتها قلت السينما ثقافه زوم ارت. مرحبا هاي. يلا البدايه بالاجندا. نبداو كالعاده فقره زوم ارت مشاهدينا بالاجنده الثقافيه. حتى نمدوا بعض المواعيد الثقافيه، نقولوا برك للمخرج يعطينا اول بوست حتى نتحدثوا عليه، باش ندخلوا تفاصيل جميله اليوم راح نتحدثوا عليها في فقره زوم ارت. يلا اول بوست نقولوا للمخرج يعطيه لنا. مسرح الجامعه في الرحاب، اذا يعود مسرح الجامعه بدعوه من وزيره الثقافه والفنون، وان كانت خصت له ندوه صحفيه خاصه وقالت لك لازم انه يعاود يرجع الى رحاب الجامعه. كذلك شيء جميل ان راح نكتشفوا بعض الوجوه الفنيه المسرحيه، لما لا، وحتى يقدروا كذلك اللي عندهم موهبه في هذا المجال انهم يحققوها على خشبه مسرح الجامعة. ومهم المسرح في الجزائر، نشوفوا في كل أنحاء العالم، فرنسا إسبانيا عندهم مسرح الجامعة، كان متواجد بالجزائر لكن غيب. وزيرة الثقافة سوريا مولوجي عودة رجعته بندوة صحفية خاصة، وإن راح نشوفوه أكيد هذا الفن حاضر في الجامعة. يلا نزيدوا برك بوست آخر حتى. إذا السينما، قاعة أحمد باي بقسنطينة قدمتنا مجموعة من الأفلام السينمائية بمعدل 3 ساعات في اليوم، يقدروا كل المحبي السينما يروحوا يشوفوا اهم الافلام اللي راهي في قاعه سينما احمد باي. نقولوا برك انه الافلام تختلف ما بين الاكشن الوثائقيه وحتى الانيميشن، بروجرام جميل ومنوع لكل محبي السينما. نزيدوا كذلك موعد اخر، صالون الزيبان الوطني للفن التشكيلي تحت شعار الفن التشكيلي تاريخ امس مستقبل الغد، اللي راح تنطلق فعاليته من 13 إلى 14 والخامس والسادس عشر فيفريي بمدينة بسكرة. إذا راح يلتقي مجموعة من الفنانين التشكيليين حتى يقدموا لوحاتهم وإبداعاتهم مشاهدينا. يلا نروح إلى آخر الأستاذ اللي يعطي دروس الدعم، وشنو هو؟ هو أستاذ راح يلقن المادة التعليمية من المنهاج الدراسي، عكس الأخصائية الأرطوفونية ولا النفسية، خاصة الأرطوفونيين لي ديفيكولتي دابرونتيساج يكون موجها بزاف عند لي زورتوفونيست. الأرطوفونيست راح تفهم، راح نفهم علاش التلميذ هذا كيفاش لحق 8 سنين مازالو يجيب لي 4 في اللغة. هنا واش معناتها؟ المستوى ديالو ضعيف، ما عندوش لاباس في اللغة، ما يقدرش يمد. بالنسبة لهنايا التاريخ والجغرافيا، التاريخ والجغرافيا هنايا كيشوفوا لي ريبونس تاع الطفل هذايا ما راهوش حافظ. أنا كيشوف أنا العلامات ديالو 3.5 لهنايا، هنايا ماهوش فاهم مي با صنف الأحداث الآتية حسب الجدول، عيد الأضحى، حصولي على جائزة، مش فاهم شنو هو حدث شخصي وشنو هو حدث ديني، حدث ديني يوم الاستقلال. هنا ماهوش فاهم أصلا الدرس. أستاذ الموضوع هذا رائع جدا، هل ممكن نخلص نخلصوا
برمجولو تجي الكلمه برمجولو يوم اخر وخصونا يوم اخر يوم الاربعاء المقبل ديروا له جزء ثاني سيزون 2 اللي نقدروا نمدوا فيه حلول يمكن اكثر لانه ما تكلمناش بزاف على تفاصيل في هذا الموضوع مع انه يعني طرحنا لو ماكس دو كيسيون لكن الموضوع نظن هو مازال امتحانات مازال فتره تاعهم هذا الاول هذا الاول راهم في الفروض الاولى راهم في الفروض في التقويمات الاولى نلحقوا الامتحان ان شاء الله في المواعيد المقبله شكرا لك يعطيك الصحه ومرحبا بك من جديد عوده ميمونه ان شاء الله يا رب في الزمن الجميل لما كنا احنا صغار كان التركيز كنا نلعبوا حاجات في الدار تاعنا بالبوايط وحاجات صغار يخلونا نركزوا ولما نخرجوا للشارع نقصروا مع الناس اللي منتجنا خلينا نركزوا هذا الشيء هذوك العاب صح تحفز الدماغ دوكا يا مام اللعب تاع بالزمان تاع الجماعي ايه وفي النص في الزمن الجميل كانت نوع من السينما اللي اليوم حنروحوا فيها في نوستالجيا مع تقرير رائع تاع زميلتنا اكرام مقراني نوستالجيا الزمن الجميل والسينما اللي كانت فيها تابعوا معنا صباحكم بربحكم متابعينا الكرام شكون فينا ما شافش فيلم سينمائي شكون فينا ما راحش لقاعه سينما ايام الزمن الجميل في فقرة زمن وحكاية حبينا نتكلموا أين يعرض الفيلم السينمائي لأول مرة قبل ما يعرضوه يعني في قاعات السينما حبيتوا تشوفوا المكان يلا قوموا معنا وتابعونا سينما وهاد القاعه تاع السينما راهي في واحد 70 حتى 75 سنه وهاد القاعه عندها دي سوفيني شابين هادي زمان بور لا سونسور تاع لي فيلم كيجيبوا افلام امريكيه وكذا زمان الوزاره تاعنا في وقت بومدين ربي يرحمه ورحمه الله كانوا في وقت بومدين كانوا الوزاره تاع بومدين هذوك الجماعه كانوا يحبوا السينما كانت السبت والحد في السبت والحد يجوا لهنايا لهذ القاعه هذه كل واحد عنده بلاصته هنا طالب ابراهيمي فلان 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 كاع لي ميس كانوا يجوا هنايا يشوفوا الفيلم قبل ما تروح لاسونسور الفيلم يشوفوا هما بريمير ميز ومن بعد تيك عندهم دخله منا وخرجه منا ويروحوا هاد القاعة هادي كانا لي كرون كوميديان الجيريان ولي كرون فيلم الجيريان كاع جازو لهنايا جازو هنا من كرونيك وكذا من قبل ما يجيو حتى يعرضوا صحابهم لي كوميديان يديروا هنا دي بتيت ريسيبسيون يديروا هنا كذا كي كان الخضر حمينة وكان راشدي وهنا يجيبوا الأفلام تاعهم لي بريمير اون بريمير فيزيون وزمان كانوا لي أفلام شابين كانا نجيبوا الأفلام الأمريكية الأفلام تاع الهندية الأفلام أوي بعد أفلام تاع الهندية تاع سيدي فيلم أمريكان سيدي فيلم فرونسي سيدي فيلم أنجلي إتشكوك وكذا من هذه والفيلم الجزائرية كيما دوكا نقول لك أنا الإنسبكتور طاهر الإنسبكتور طاهر دار قصة كبيرة ريحه لا بيليكول لا بيليكول فيها خاطرش مازال عندنا الكونسيومون تاع لا بيليكول مازال عندنا شويه الارشيف تاع لا بيليكول قدم لي روش وكذا من هذه كامل داخل كامل مازال عندنا اون بارتي وكذا من هذه سي بور سا تكون لي جيش من ريحه السينما هادو سي دي زاباري بروجيكسيون سي اون سالت بروجيكسيون هاد لي غران زاباري هادو تشوف فيهم عندهم قريب 50 60 سنه اللي يديروا البت الفيلم الجزائري 35 ملم 35 ملم بوبين هادو اللي يخدموا بزاف افلام جزائريه هاد الافلام اللي شفتوهم كاع هيك كاع جازوا في هاد لي زاباري بروجيكسيون فوالا راك تشوف الله يبارك مازال انا نديروا فيهم شو لونتريتيان يقعدوا كوم ارشيف السينما الجزائريه نجوزوا فيهم طوزون طون نديروا لي بوبين نديروا كذا من هذيك باش نفكروا شويه الفيلم المكان الذي تفوح رائحته بالذكريات الجميلة ومن خلاله فتحنا لكم أرشيف نوستالجيا السينما القديمة نضرب لكم موعد آخر في موضوع إن شاء الله آخر عودة لكم مشاهدينا الكرام وتحية لكل عشاق الفن السابع السينما من الفنون الراقية جدا اللي عندها مكانة في مختلف انحاء العالم صلاح بالك وين نروحوا نلقاو سينما خاصه بهذاك البلد فمشاهدي الكرام
ايه كنت احنا نهضر على استاذ السينما بصح ما عليش راح يبقى والله ما تخلينا في قلبك. هو معنا معنا محمد ناس السينما وناس الثقافه زوم اخت يا جماعه. اهلا محمد. مرحبا. صباح الخير زهراء، واش راكم لاباس؟ الحمد لله. صباح. والله غير تقول واش كنت حاب تقول. خلاص باش نديروا انونشينمون. انا والله كنت تهضر السينما برك. قلتها قلت السينما ثقافه زوم ارت. مرحبا هاي. يلا البدايه بالاجندا. نبداو كالعاده فقره زوم ارت مشاهدينا بالاجندا الثقافيه. نمدوا بعد المواعيد الثقافيه نقولوا برك للمخرج يعطينا اول بوست حتى نتحدثوا عليه باش ندخلوا تفاصيل جميله اليوم راح نتحدثوا عليها في فقره زوم ارت. يلا اول بوست نقولوا للمخرج يعطيه لنا مسرح الجامعه في الرحاب. اذا يعود مسرح الجامعه بدعوه من وزيره الثقافه والفنون وين كانت خصت له ندوه صحفيه خاصه وقالت لك لازم انه يعاود يرجع الى رحاب الجامعه. كذلك شيء جميل ان راح نكتشفوا بعض الوجوه الفنيه المسرحيه لما لا، وحتى يقدروا كذلك اللي عندهم موهبه في هذا المجال انهم يحققوها على خشبه مسرح الجامعة. ومهم المسرح في الجزائر، نشوفوا في كل أنحاء العالم، فرنسا إسبانيا عندهم مسرح الجامعة، كان متواجد بالجزائر لكن غيب. وزيرة الثقافة سوريا مولوجي عودة رجعته بندوة صحفية خاصة وين راح نشوفوها أكيد هذا الفن حاضر في الجامعة. يلا نزيدوا برك بوست آخر حتى. إذا السينما، قاعة أحمد باي بقسنطينة قدمتنا مجموعة من الأفلام السينمائية بمعدل 3 ساعات في اليوم. يقدروا كل المحبي السينما يروحوا يشوفوا اهم الافلام اللي راهي في قاعه سينما احمد باي. نقولوا برك انه مهرجان مشاهدينا اكيد هل راح نشوفوا كذا رمضان؟ نتمنى اللي يشوفونا على راهو احنا زعما باش نعاودوا باش نديروا عيسى ستوري الثانيه. عيساوي راهو يجري معنا نجري باش نديروها ان شاء الله يكون عندنا حظوظ ويمولونا ونخدموه ونفرحوا الجمهور ويستنى فرهدوا شويه على قلوبهم ولا رمضان على الابواب اكيد. هل راح نشوفوا كذا رمضان؟ سلطان عزيز بكروني كنا تلاقيناه، نعرفوا انه الفيلم لما يعرض لاول مره اكيد يكون له عرض شرفي، لكن الشيء المهم انه نعاود نشوفوه في قاعات السينما. هو ظننا على هذه النقطه راح نسمعوا كيف كيف راجعين مشاهدينا. يقطع فيلم طيارة السفرة لهاجر سباطة، شفنا فيه بعض الإنتاجات ممكن سينمائية فيما يخص الأعمال التاريخية، وش رأيك في هذه المبادرة؟ شوف أنا دابور جو فيليسيت نوترياليزاتريس هاجر و تو لي كوميديان و كوميديان اللي شاركوا في هذا الفيلم. واحد أخرى بالنسبة للأعمال ولا كل يعني لي زافون بروميير لامين داروا في المدة الأخيرة هذه، نظن باللي هي خطوة مهمة من جهة، ولكن نظن باللي لازم لنا أعمال وأعمال وأعمال، وهذايا ما لازمش يحبس اونيكمون اترافير اون افون بروميير. دوك إلا عمل كيما هذا والأعمال اللي سبقت أنها دارت يعني كيما نقول لك دي زافون بروميير ومن بعد ما نشوفوهمش عبر القاعات، يعني كلي ما درنا والو. واي عمل فني يعني مهما كان هو يعني يندار باش تكون عنده اون لارج ديفيزيون، يعني تكون عنده اون غروند فيزيبيليتي. اذا انا نوافق ونشاطروا الراي. بعد ما شفنا اكيد طيارة السفرة راح شفنا لابوندانونس تاع فيلم الشهيد بالوزداد، اكيد اللي راح يكون قريبا في دور العرض السينمائيه. طبعا وشان ولا عويشه، اهلا بك مرحبا بكم وهلا بهاد الصور والفيديو الجميلة والموسيقى. نقول لكم تحية عطرة صباحية صحراوية أزفها إليكما وإلى المشاهدين. أهلا وسهلا، شو تهبل بهاد لاكولوغ. شكرا لك. هذه لباس الصحراوي ديالنا، الملحفة ديالهم الصحراوية اللي اليوم حبينا نبرزوها لأنها من الموروث الثقافي تاعنا. اكيد بلادنا. يعني الموروث المادي، وحبينا حتى نبرزوا الموروث اللامادي اليوم عبر صباح الشروق. مرحبا بك. اليوم اخترتينا برنسيس باسيل ولا الحكايه هذه اللي كان بزاف ناس ما يعرفوهاش يمكن، حبينا اليوم نسلطوا عليها الضوء من خلال العويشه. تفضلي. شكرا لكم. لكن اليوم قبل ما نبداو اذا تسمحوا لي، احنا انا كنت كتبت سيناريو عليها وحاولت اليوم اني نلخصه باش يكفينا الوقت. اذا راح يكون حوار بيني وبين الاستاذ صلاح. نقول لك تفضل، اليوم راح تشاركني في هذه الحكايه. نبدا انا المقطع الاول.
نقول فيه ماشي في صحاري جوال نحوس على راحة البال دلوني على الجزائر زينة البلدان قصت أهل الثام تمرست عاصمة الهجار كبيرة وشيعة وأنا جوال بالصدفة المحت خيال كلي راني في منام مشيتها كي الغزال من سواد الليل لباسها وعيونها تسحل النظار كان لازم نغوص في عينها نغوص في عينها الحزينة ونفهم واش بها كي تقربت منها عرفتها أميرة الهجار وأنا نقول لكم أنا داسين أميرة التوارك من بلاد جدادي نرحب بكم هذا شحال وأنا نستنى فيكم نقول لكم مرحبا بكم نجولوا نجولوا في الصحراء حبيت نتقاسم معكم قصتي قصتي قصة الحب بمرارة الفراق فراق أعز ما عندي وليدي الوحيد سيدي موسى وابن العم ابن العمة سيدي موسى اللي المكتوب ما بغى علينا يرضى تفضلوا معايا نزولوا نجولوا في الصحراء نزوروا وطان وتشوفوا الجمال تاع الجزائر الحبيبة أنا متأكدة أنكم تعرفوني لأني جزء منكم لأني جزء من تاريخ الجزائر الحبيبة احكي لي احكي لي يا أميرة التوارق احكي لي حاب نفهم اليوم علاش راكي مخبية بلك حل علاش وانت أميرة التوارق مخبية بلك حل وزينك يضربوا به المثل انت تقول لي أميرة التوارق وانا نقول لك من أميرة التوارق لأميرة الجحيم راح تقول لي علاش اسمع حكايتي راح تعرف نفهمك في اسمي اسمي هو مقتبس من كلمة تاداسان اللي هي التصغيرة تاعها تاداست بمعنى البعوضة أي لا ليبيلول ولا ليبيلول هي رمز للأناقة للجمال للخفة حنا يا التوارق الوحيدين في البربر اللي نسموا على الحيوانات من غير كامل القبائل أنا من مواليد 1873 أنا من قبيلة ولد هنا من أكبر القبائل عائلتي كلها حكام وأنا بالطبع أميرة الهجار زوجت كان عندي 16 سنة ما كانش بإرادتي لكن الأخ تاعي هو اللي قرر هذا الزواج زاد عندي أجمل مولود وسميته موسى لكن المكتوب فارقني مع زوجي المكتوب ما بغى عليا يرضى وفارقت بعد العشرة حكايتك غريبة يقولوا عليك أميرة لازم تكوني عليك تكوني سعيدة بما أنك أميرة ولكن كذلك يقبوك بأميرة الحروب والحب صح يقولوا لي أميرة الحب يقولوا لي أميرة الحروب لكن بوحلك بسر يا جوال أنا نفضل أنهم يلقبوني بأميرة الوتر الواحد أميرة الوتر الواحد لأميرة الإمزاد علاش؟ لأني كنت نعزل روحي لمدة 3 أيام كنت نعزل روحي وندير الأشعار نحكي فيها المعارك نحكي فيها الحروب ونخرج بعد 3 أيام نعزف على آلة الإمزاد كنت نرثي ونحكي وش يصرى في الحروب وش تعاني الرجال ديالنا قلت لي أميرة الحروب يقولوا لي أميرة الحروب لأني كنت نسير دواليب المعارك مع الإخوة كنت قائدة الأميرة داسين كان عندها دخل في الحروب وكانت تكتب في الشعر الأميرة داسين أميرة الحب أميرة الحب لأنها وقعت في حب بن عمتها القائد سيدي موسى لكن كي كبر ولدها قررت أني نبعته للحرب باش يتعلم الحروب والمعارك بعدته مع سيدي موسى وحطيته أمانة عنده
لكن بعد مدة توفى الابن ديالي، لهذا أنا لبس الأسود لأني حزنان على ولدي. بعد ما توفى ولدي ما قدرتش نسامح سيدي موسى، ما قدرتش نسامح قائد الحروب لأنه ما تهلاش في وليدي، وبقيت حزينة على الفراق، فراق ولدي وفراق ابن العمة. فاتوا سنين وأنا وحيدة وتفارقت مع ابن العمة وتوفى وعمره المكتوب ما قدر يلاقينا. على هذه يسموني أميرة الحروب، يسموني أميرة الحب، وأنا نفضل تقولوا لي أميرة الوتر الواحد. وإحنا نحبوك ونعزوك يا باسين أميرة الوتر الواحد. على بالي باللي الجزائر كلها راهي تعزيني في فقدان الناس اللي عزاز عليا واللي حبيتهم، لكن المكتوب كما قلت لكم عمره ما رضى عليا. اليوم راني فرحانه كي لقيتكم، لقيت زهره، لقيت صلاح، لقيت ناس مازالها متفكرتني، متفكره ذاكره الصحراء، الاميره داسين، أميرة الحروب وأميرة الحب، أميرة الوتر الواحد. اليوم عندي وصايا نوصيها لكم، وصلوها للأجيال الجاية، أنكم عمكم ما تنسوا ذاكرة الصحراء، ذاكرة تمنواسط، ذاكرة التوارق. نظن أن الوقت الحق وحان، نظن أن الغروب راهو جاي. يا جوال حان وقت الرحيل، الغروب عليا سوال. كان لازم عليا نرجع، لكن قبل ما نروح نوصيكم إلى جيتوا عندي للصحراء وزرتوا قبري وقبر عائلتي. كي تمشوا في الصحراء راح تلقاو نجوم، كاين نجوم تدلك على الطريق، وكاين نجوم تنور لك الطريق يا زهرة، وكاين نجوم هي تطيح من السماء باش غيرها يحيا، باش تبقى الذاكرة، ذاكرة الصحراء، أميرة داسين، أميرة الوتر الواحد. الله الله، سرحنا ورحنا بعيد، يعطيك الصحة. شكرا لكم. واليوم حبينا نتذكروا أميرة الوتر الواحد، هي الأميرة داسين اللي توفت في 1932. نعم. وقصة تاعها رائعة، وإحنا شاركناها مع المشاهدين ديالنا من خلال فقرتك بالطباء والشانية العويشة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، ما شاء الله عليك. شكراً. وزدتي تفكرتينا الناس الصحراء، ونحبوا نوجهوا من خلالك تحية لكامل الناس الصحراء، ونقول لك نورتي. نورت بوجودكم وشكراً. حتى تكلمنا على آلة الإمزاد قبل ما نختموا، بلي آلة الإمزاد دخلت في 2013 في ديسمبر ضمن برنامج اليونسكو، ضمن التراث الجزائري، التراث الجزائري، وتكلمنا عليه اليوم من خلال قصة الأميرة داسي. شكراً لك، يعطيك الصحة العويشة، سلامة، يعطيك الصحة. شكراً. شكراً. فات اجتماعية، معروف أن المسرح يا جماعة من الفنون اللي تربي، ومعروف انه كذلك الفنون اللي تربي تكون عندها رسائل هادفه وتوعويه اللي توعي الناس على الافات اللي يعاني منها شبابنا، افه كبيره كانت ضربت مجتمعنا منذ سنوات ومازال نعانوا منها، نخسر شبابنا في المحيطات والبحور مع ظاهره الحرقه. الفن حب يعالجها من خلال مسرحيه واسمها الشبكه اللي راح يكون عليها عرض شرفي في الايام المقبله في المسرح الوطني. حاضر معنا عبد الغني شنتوفل وهو مخرج هذا العمل المسرحي الجميل، مرحبا بك. اهلا. اهلا بكم ونشكركم على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا جزيلا. الله يسلمك. كيفاش اخترت انك يعني تتناول هذا الموضوع اللي نشوفه حساس جدا، ونقولوا ابكى العديد من الامهات وبكى بزاف نساء على اولادهم اللي راحوا في البحر، كيفاش راح تعالجوا يا ترى؟ كيفاش، من اي ناحيه، ما هي زاويه نقولوا الطرح تاعك في هذه المسرحيه؟ نعم، اولا قبل كل شيء حنايا نسكنوا في مدينه سياحيه ساحليه، يعني تشوفوا هذه الحاله بومرداس. نعم، وكما يقولوا الانسان وخاصه الفنان حساس، يعني نشوفوا هذه الظاهره تفاشت كثيرا يعني مؤخرا في السنوات القليله هذه اللي فاتت، على هذا الشيء اللي خلانا احنا كفنانين ننظر الى هذا ما حولنا، لاننا فنانين نحاول كثيرا خاصة في مساري القادم إن شاء الله نحاول أنني نقدم كثير من المواضيع اللي تهم
آفات الاجتماعية نعم. وخاصة المجتمع تاعنا المجتمع الجزائري، وهذا هو دور الفنان أولا. صح أنا ما نيش ضد المسرحيات أو الأفكار العالمية أو المسرح العالمي، وإنما لازم الممثل أو الفنان بصفة عامة يشوف الأشياء التي من حوله، لأن هذا الشيء يخلي الجمهور يتعلق كثيرا بالمسرح، لأنه المسرح هو مرآة المجتمع. لا نستطيع أن نقدم للجمهور الجزائري مواضيع ربما ما تخصوش، وهذا الشيء يخليه ربما لما يأتي إلى قاعة المسرح ما يلقى روحه غريب قليلا، وإنما عندما نتطرق إلى مواضيع اللي تخصه وتهم وراه عايشها، هذاك الشيء يخلي الجمهور يتعلق كثيرا بالمسرح. وهنا التحدي كذلك ربما سيدي عبد الغني شنتوف، التحدي انه ماشي سهل، ولكن اوكي متعودين على عمل عالمي هكذا لمسرحيات عالميه لناس عمالقه في المجال تاع المسرح، نقتبسوها عفوا نعم. ونديروها على الطريقه الجزائريه، ولكن انك تخلق فكره من افه وتكتب افكارك عليها صعيب شويه. هنا التحدي. نعم يعني هذا العرض المسرحي الشبكة هو من تأليف علي تامرت، هو صديق، لأنه أنا أيضا خريج معهد برج الكيفان، الله يبارك، المعهد العالي للفنون الدرامية. بون كما قلت لكم العرض المسرحي هذا الشبكة الذي سيقدم بالمسرح الوطني الجزائري يوم 10 يعني السبت على الساعة 4 إن شاء الله، وندعو من خلال الشروق أو حصة صباحية تاع الشروق، يعني ندعو كاع جميع الناس اللي راهي تشوف فينا للحضور ليكتشفوا يعني هذا العرض المسرحي اللي ربما نمد ملخص قصير عليه. تدور الأحداث في كوخ قرب البحر في مدينة ساحلية، أين يجلس شاب يترقب يعني سقوط الشمس أو الظلام ليركب قارب من قوارب الموت وانتظار يعني مرافق آخر، ولكن يكون يعني في مكان ويكون متخفي هذا الشاب، ينتظر يعني مرافق له، أين يطرق الباب ويقتحم عليه شخص غير منتظر ثم شخص آخر غير منتظر، وهذا ما يجعل ذلك المكان الذي كان فيه سكون وهدوء إلى ضجيج، وهذا هو الصراع الذي تحمله أحداث المسرحية التي نكتشفها إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله بالمسرح الوطني الجزائري. إن شاء الله أنتم أيضا مرحبا بكم إن شاء الله. هو يوم عيد ميلادي فرح نجي أكيد. شو وقتنا نديروا كولاسيون تلقاي الباتيسري تلقاي كل شيء. ندير لانيفرسير فتي أنا. هو لهم شرف. أكيد شرف كبير ليا. في غرون بليزير. هم عندي الدعوات نخلي لكم الدعوات. أكيد راح نخليكم. ودعوتنا للجمهور. للجمهور أيضا. حتى يحضر معكم. هاي لي كاميرتك، وجه دعوتك للجمهور. أولا قبل كل شيء نقدم دعوة يعني لكل الناس المهتمين وغير المهتمين باش يجوا يحضروا العرض المسرحي الشبكة. هذا العرض الذي سيقام بالمسرح الوطني الجزائري يوم 10 على الساعة 4، وكما عودتكم أنا في عروض المسرحية وراكو تعرفوا لاتوش تياترال تاعي أرواح وما تندموش، وإن شاء الله نجوزوا وقت ممتع إن شاء الله. وكما وأنا من هذا المنبر نحيي جميع الطاقم الفني اللي تعامل معايا من ممثلين يعني كما أحمد بشار، ياسين بندية، وأمينة أبركان، وحتى لوستاف اللي خدم معايا كما الكوريغراف محمد، وحتى تأليف الموسيقي تاع حليم بخالي. جميل. وحتى التقني يعني صوت مروان، نشكرهم من هذا المنبر، وأيضا نشكر جمعية الشعلة للمسرح والسينما المنتجة لهذا العرض المسرحي اللي نتمنى ينال إعجابكم وسينال إعجابكم وأتحداكم إن شاء الله. المواعيد يوم السبت 4 مساء في المسرح الوطني محي الدين بشترزي لحضور العرض الشرفي المسرحي لمسرحية الشبكة. يعطيك الصحة، نورت بوجودك باب نديمة مفتوح لدعم هكذا عروض. هيا سخون. انا ما خديتش انتوش. نعرفوا طبيخات هادو مالو خاطر شغل ياكلوا سخونين. خاطر لا بردو. شوفي هنا.
اي مازالها التاء بقبق. نعم مازالت كما نقولوا التكتيك راهي مازال. انت قلت قولوا تبقبقه على تاعكم مغمض. خلاص قولوا تبقبقه. انا شوف نهضر باللغه تاعك عادي جدا خلاص صايب. وانا راني نتعلم في القبائليه. اي بيان تفهمي اي خلاص. نعم قلنا هنا درنا مقبله درنا تبيخه تاع الكرم لهنا. حنا الكرم ما فين نديروه غير دورما ولا وحده. صح اليوم درنا تبيخه لهنا بالحميص عقدناه بالحشيش والروز لهنايا. لهنا درنا دي بوبيات فاخسي لهنا بالبطاطا. شنو بوبيات؟ دي بوبيات هما حاجه اللي تكون مدوره هكايا. ايه هذه هي بوبيات. جبتوا الكلمه. الكلمه الغراتا هو الغراتا تاع الكرومبير. الكرومبير غراتا تاع الكرومبير اللي فارسينها لداخل بالبطاطا والفيونداج. ولات بوبيات. ولات بوبيات. نعم قلنا لهنا درناهم على شكل دي بوبيات هنا على شكل دوائر باش كل واحد ترفد له لاباغ ديالو. فارسيناهم بالبطاطا ولا فيونداشي والجبن الابيض كذلك لهنا درنا حبات على البيض ومن بعد شكلنا لهنا هذوك الدوائر من فوق درنا لهم كريم بيشاميل كريم مورنينغ هذه اللي ندير فيها الجبن درناهم في الفرن هنا شغل يتجمر راه كلش طايب في الاخير درنا لهم الجبن. انا الجبن هنا قلنا كي خرجت باش درت لهم الجبن باش يقعد هكا يتعلق كما نقولوا يقعد يتجعد ما كان نديرو كان يحمرنا من الفوق يولي يابس نوع ودرنا لهنا النوكا لهنا بذوق الشوكولا اللي درنا فيها بيان سور. لا قال لك الاخت عن النوكا. النوكا قالها واو بنينه هنا درناها غير بالشوكولا نوار. اللي حاب يديرها بالشوكولا اولي يديرها بالشوكولا اولي عادي ودرناها داخل المكسرات وغير بالنسلي والشوكولا. الاخت من نوبي تاكل اخت النوكا. شارك العياشي بنينا عياشي عجبته النوكا. نديمة يعطيك الصحة ربي يخليك صالح خليها تهبط. ونهار بقول للمشاهدين ديالنا انه غادي ان شاء الله عدد الاستشارات عدد الاسئله ديالكم المفتوح المجال ليكم انتم كامل اللي حابين تعرفوا ربما حلول والاجابات لمختلف الاسئله اللي عندكم في المجال التداوي بالاعشاب والحجامه مع المختص اللي يحضر معنا طب الغدوه اللي حاضر معنا الاختصاص تاع امراض القلب والشرايين حتى نجاوبوكم على مختلف الاسئله اللي عندكم. مشكلة ثانية او على خير لا المحاماه القانونية.